في اليوم الثاني من التهديدات، القوات الحكومية تعتقل عددا من المهندسين المتظاهرين وتعتدي عليهم وتفرق تظاهراتهم بالقوة، وبعض المتظاهرين يتحدثون عن طريقة الاعتداء عليهم لمجرد وقوفهم بالتظاهرة ومطالبتهم بتوفير فرص عمل لهذه الشريحة. دعونا نتابع. هذا ما شيء ظهر على حقه، سوى باك ساك، الله أكبر، لابس سفادة شوفوه، خلي يسمع عدنان نوشي، خلي يسمع وزير النفط، خلي يسمع، بس أشوفه هذا مجسر معين حسين راح يجي البلدة. أحد الأخوة المعتقلين قبل قليل. هذا التعامل مع المهندسين، هذا المهندس الميساني يعني مو جند السحب، صاحب رتبة، يعني هذا صاحب الرتبة ما عنده ولي صاحب حزب مع الأسف. هذا الدم هنا وهذا مهندس اللي المفروض يبني البلد، هيك يسوي